السلام عليكم أبناء الطلاب، أرحب بكم. سوف نعرض عليكم اليوم أقسام المنادى. طبعا كلنا عارفين أن المنادى بيكون من نوعين. النوع الأول المنادى المبني، بيكون من علم مفرد ونكرة مقصودة. النوع الثاني بيكون من المنادى المعرب، وهو هعرض عليكم دلوقتي المضاف، شبيه المضاف، نكرة غير مقصودة. وزي ما احنا شايفين دلوقتي المنادى المضاف زي يا أهل الكتاب، يا صاحبي السجن. المنادى المضاف لازم يعرب منصوب بالفتحة إذا كان مفرد، أما إذا كان جمع مذكر سالم يبقى منصوب بالياء. هنشوف النوع الثاني. النوع الثاني في المنادى المعرب الشبيه بالمضاف، وهو يتكون من نكرة منونة أو غير منونة بعدها جر ومجرور. يا رفيقا بالعباد، يا جميلا خطه. وبرضو المنادى الشبيه بالمضاف يجب نصبه. هنشوف بعد كده النكرة غير المقصودة، بتتكون من نكرة ونلاقي فيها تنوين بعدها فعل أمر أو مبتدأ وخبر، برضو النكرة غير المقصودة يجب نصبها. هنشوف بعد كده المنادى المبني. المنادى المبني بيكون من العلم المفرد، وهو اسم، بنادي على اسم، يا نوح يا محمد. طب لو انا عايزه اسني محمد او عايزه اجمعها هتبقى يا محمدان. طب في الجمع يا محمدون، ما ينفعش اقول يا محمدين. فانا هعرف دلوقتي يا محمد هيبقى منادى، بما انك بتقول انه تبع القسم المبني، منادى مبني على الضم في محل نصب. طب أنا جالي يا محمدان، منادى مبني بدل فيها ألف يبقى مبني على الألف في محل نصب. طيب أنا معايا محمدون فيها واو يبقى منادى مبني على الواو في محل نصب. القسم الثاني من المنادى المبني، وهو نكرة المقصودة. هعرفها إزاي؟ هلاقي نكرة بدون تنوين بعدها فعل أمر. دايما هنلاقي بعد النكرة فصلة عشان يفصل بين الجملتين، فهلاقي يا طالب فصلة ذاكر، يا معلمة فصلة اعملي، يا نار كوني. بلاقي نكرة بعدها فعل أمر أو نكرة غير منونة بعدها مبتدأ وخبر، برضو النكرة المقصودة اعربها منادى مبني على الضم في محل نصب. وكده خلصنا أقسام المنادى.